بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مع هذا الهرم. حله سهل للغاية من هذه الشركة. طريقة حله أني أبدأ أول شيء أجيب الرؤوس، مثلا هذا رأس لونه أزرق، أجيب هذا أزرق والأزرق الآخر هنا، يعني الاتفاق على هذا الوجه يكون بالكامل لونه أزرق. الآن هذا يكون أخضر. الخطوة الثانية أعدل المراكز، أصفر أصفر، أزرق أزرق بالتبادل، أضعهم بهذا الشكل، ثم أطبق القانون التالي: يمين شمال، يمين اتجاهي شمال اتجاهي، يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي. يا سلام، انحل الهرم بالكامل. ولزيادة صعوبة هذا الهرم وضعت نقاط عليه، هنا نقاط، هنا نقاط، في كل وجه نقاط. المطلوب تجعل الأخضر عند الأخضر، الأبيض عند الأبيض، البرتقالي عند البرتقالي، وهكذا. هنا تجعل رمز الشركة بصورة هذه، هذه في الأعلى التوقيع، وهذه جاية عدل. هنا ما في نقاط، هنا ما فيه، ما يحتاج في الأصفر، لكن الرمز فوق. لا تظن الأمر سهل بهذه الطريقة، لما وضعت النقاط بصراحة يعني صار الهرم صعب جدا. شوف، في البداية أبقى أحل الرؤوس، هنا يكون وجه أصفر، هذا رأس أصفر، رأس أصفر، رأس أصفر، وهذا أحمر. بعد تعديل الرؤوس أجي للمراكز، اتجاهي اتجاهي عكس اتجاهي عكس اتجاهي. يا سلام، شوف، هذا أتى بشكل صحيح، هذا أتى بشكل صحيح، هذا خطأ أحمر، خطأ الأحمر هنا وهذا هنا، هذا خطأ الأبيض هنا والأبيض هنا. كيف أعدل النقاط مع ألوانها فتكون متناسقة مثل هذا الوجه؟ الطريقة يا أعزائي، عندي قانونان. القانون الأول: دوران المثلث المركز مع عقارب الساعة. أقول شمال اتجاهي، يمين اتجاهي، شمال عكس اتجاهي، يمين عكس اتجاهي، وأعيد مرة ثانية. دوران مع عقارب الساعة، راح يدور هذا المركز وهذا المركز مع عقارب الساعة، وهذا المركز وهذا المركز، يعني اليمين والشمال عكس عقارب الساعة في نفس الوقت. إذا أبغى اللي في الوجه الأعلى يدور عكس عقارب الساعة، أبدأ من اليمين وليس من الشمال، يمين اتجاهي ثم شمال اتجاهي، يمين عكس اتجاهي ثم شمال عكس اتجاهي، وأعيد مرة ثانية. راح يدور في الوجه الأعلى عكس عقارب الساعة والأمام عكس عقارب الساعة، وفي نفس الوقت راح يدور الوجه اليمين والوجه الشمال مع عقارب الساعة. واضحة العملية؟ تمام. طيب، الآن عندي هذا عدل وهذا عدل، وعندي هذا غير وهذا غير، أبغى أعدله. لن تنجح العملية إذا في وجه واحد عدل، لازم الكل خربان. واضح؟ ركز يا حبيبي.
هنا الأخضر، لو جبت دوران مع عقارب الساعة يستعدل، أنا ما أبغى يستعدل، أبغى يكون معدل. أضع لي معدل وين؟ واحد هنا يعني يمين، واللي معدل أيضا هذا الأمام. هذا إذا سويته مع عقارب الساعة يستعدل، راح أسويه عكس، ما أبغى يستعدل، وهذا يبغى يجي عكس يستعدل. الأحمر لو جاء عكس يستعدل، لذلك راح أسويه معه علشان ما يستعدل. إذا هذا عكس وهذا معه، هذا معه يعني هذا معه. بهذه العملية لو أسوي مع دوران مع عقارب الساعة، هذا لن يستعدل، هذا لن يستعدل، هذا يخترب، وهذا العدل يخترب. واضحة الفكرة؟ يا سلام. إذا راح أقول مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة هذا معه، راح الأحمر هذا يجي هنا، ما استعدل، الأحمر هنا. إذا مع عقارب الساعة هذا راح يكون عكس، الأخضر راح يجي هنا وهذا هنا. واضحة الفكرة؟ يلا، دوران مع عقارب الساعة أبدأ ماذا؟ شمال، اتجاهي اتجاهي، عكس اتجاهي عكس اتجاهي. أعيد مرة أخرى، اتجاهي اتجاهي، عكس اتجاهي عكس اتجاهي. يا سلام، خربت هذا، خربت هذا اللي كان عدل، وهذا ما استعدل، وهذا ما استعدل، وهذه الخطوة الأولى أني أخرب الكل. الآن أشوف، الأبيض يبغى يجي عكس دوران عكس، لا أطالع اللي داخل المركز، المركز المركز هو اللي يبغى يجي عند النقطة البيضاء دوران معه، تمام، وهذا دوران معه. أوه، معه أضعهم واحد أمام واحد أعلى. هذا دوران عكس، الأبيض يبقى يجي هنا عكس، وهذا دوران عكس. إذا أستخدم قانون معه بهذه المسكة، لو تغير المسكة ما راح ينجح الأمر، يسوي أحجية لق الصعب. بهذه المسكة دوران هنا معه، معه عكس عكس، دوران مع أبدأ شمال، شمال اتجاهي، يمين اتجاهي، شمال عكس اتجاهي، يمين عكس اتجاهي. أعيد مرة ثانية، شمال يمين، شمال يمين. يا سلام، بهذه الطريقة انحل الهرم حتى لما أضفت عليه بعض الصعوبات. صراحة اللي ما يعرف هذه الطريقة وتعطيه الهرم هذا السهل راح يتعقد من حله، يعني اللي كان مستبسط هذا الهرم بهذه الطريقة لما تحط نقاط راح يشوفه شيء صعب. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.